عامل ايه يا يوسف؟ الحمد لله. الاخبار؟ الحمد لله. الدنيا بعد الفيديو؟ لا زي الفل. بنات فوش كلهم عملوا فولو ومره السعوديه ومن كل انحاء العالم. البنات بس اللي عملوا له فولو. بنات بس. راجل واحد. بنات بس يا هاب. ماشي يا يوسف. خدت بالي من الكومنتات عندك. منورنا. ده الوجه بتاعنا ده. ده انتوا منورين هنا. والله. اسال ريمون انت كمان؟ هو مره هو 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 اتفضل. يعني ايه؟ مش عارف بس يلا. بص يا ابراهيم، في ثلاث اشخاص عدوا الجسر. ثلاث اشخاص ايه؟ عدوا الجسر. وركز عشان هتحل. عدوا الجسر. عدوا الجسر. اه. اول واحد شاف الجسر ومشي من عليه. اه. تاني واحد شاف الجسر بس ما مشيش من عليه. اه. تالت واحد ما شافوش وما عداش. ما شافوش وما مشيش بس عدى. اه. تلاتة عدوا الجسر. اه. ايوه. اوبا طار يعني؟ طب انا هسألك سؤال. يعني ازاي عدي الجسر وازاي ازاي عداه ومش عدى من عليه؟ هو هو ما مشيش من عليه بس عدى. نط نط يعني ولا طب طار؟ كفيف ده كفيف؟ من ايه؟ من ايه؟ واحد شافه ومشي من عليه. اه. واحد شافه بس ما مشيش من عليه. اه. واحد فضل واقف. فضل واقف. التلاته عدوا. ايه هو يوسف؟ مش عارف. مش عارف. هو انت مستعين بيوسف ويوسف مش عارف. اه انت كنت اتكلم بقى، خليك بنفسك. انت الوجه بتاعك. لا والله ما يحصل. لا والله ما يحصل. لا خليك انت. لا الحلال ما يحصل. لا والله. بتتعزم على بعض على مصطاد. اسالي هو. مش عارفين. ركز يا ابراهيم. واحد عدى الجسر. شافه عدى. والتاني شافه ومعداش. والتاني مش شافه خالص ومش عدى. يعني مش معداش. معداش. هو ممشيش بس التلاتة عدوا. انت مش كبير وما تساعده يعني. ساعده. ابراهيم. اعتمد على نفسك. والله العظيم هو ما يعرف يجاوب. يمكن كانوا اتنين هناك. هنقف معاه. بقول لك التلاتة كانوا مع بعض وعدوا مع بعض. يبقى التلاتة متاحة. يبقى التلاتة متاحة. انا هدخل سؤال طيب. هات سؤال غيره. ده مش نافع معانا ده. هات سؤال غيره. بص يا عم هسألك سؤال غيره يعني؟ اه. مثلا هقول لك ايه؟ استنى سؤال طار ولا لا؟ سؤال ايه؟ ايه الشغلة اللي انت نفسك تشتغلها ولو اشتغلتها تبقى ملك تقريبا؟ تبقى ملك؟ تاجر اثار. تاجر اثار. انت يا ابني تاجر اثار؟ هو عايز يبقى تاجر اثار. انا عايز ابقى تاجر اثار؟ عايز ابقى تاجر ذهب. طيب معنى تجاده ايه عشان مالك راجل ذهب. معاك راس مال يا عم؟ معايا راس مال يا باشا. معايا راس مال يا باشا. العلام يا باشا. العلام يا باشا. هو خلي في بالك العلام ايه؟ خلي في بالك محمد متواضع كده. محمد ده عنده واحده لامبورجيني وواحده فورتشينر. هو عايز يفتح محل ذهب. راس المال معاك كام؟ اللامبورجيني يا عم. لا ده مش اصلي يعني. ده باكسسوار يعني. ده صيني. ده عايشك ملك؟ لا انا مش طموحي قوي كده يعني. امشي على قد يعني. مش من يوم. لا ده صيني. ده معاك راس مال كام؟ انا ايه؟ يعني كله موجود. انا معايا كل اللي حلت السبحه ديت. ها؟ وخاتم بس مع الناحيه الثانيه. مش معايا تحت والله كل اللي حلت السبحه دي. هتفتح بيهم محل الدهب صاحبك بقلبك. كل اللي معايا السبحه دي. وحته معاك كام عشان تبقى تاجر؟ وحته متضاره 1100 جنيه. عايز اجيب بيهم كوتشي من اخر الشهر الجاي. فلوسي جت ايه دول. استنى بس استنى. دول هيفتحوا محل ذهب. هيفتح يا باشا. نطلع المعز يا باشا وباب الشعبيه. مش ذهب هنجيب يا باشا.